مرحبا مرة أخرى طلابي طالباتي الأعزاء. الفكرة الأخيرة الآن في السؤال السادس وهي ريرايت، إعادة كتابة الجملة بعنوان Adding Information، إضافة معلومات، وهي مقسومة إلى قسمين. القسم الأول ING Closes، أشباه الجمل المنتهية بـ ING، والقسم الثاني Relative Closes، أشباه جمل الوصل. سنتحدث الآن عن فكرة ING Closes، أشباه الجمل المنتهية بـ ING. ملاحظة: إذا جاء بين قوسين أسفل الجملة ما يلي: join اربط using مستخدما ing close. هذه فكرة بسيطة سنتطرق للحديث إليها الآن بخطوات 1 2 3. نتبع الخطوات التالية عند ربط جملتين. الخطوة الأولى: ننقل الجملة الأولى والتي تأتي قبل ما يلي. يعني أنا أكيد عندي جملتين، فلأحدد الجملة الأولى عن الجملة الثانية. قمنا بتوضيح أكثر بساطة لهذا الموضوع. الجملة الأولى تأتي قبل النقطة، وسنشاهد هذا في بعض الأمثلة. ثانيا، يمكن أن تكون الجملة الأولى بمعنى أن تأتي قبل أحد ضمائر الوصل التالية: when, where, which, who. وثالثا، يمكن أن تأتي الجملة الأولى قبل حرف العطف and. إذا ذهبنا إلى السبورة هناك سنجد أن ما قلت موجود هنا. ننظر إلى المثال الأول. الجملة التي تحتها خط هي تعادل أو تكون الجملة الأولى، وهذا نجد هنا نقطة. إذن هذه النقطة قبلها شيء يسمى الجملة الأولى. جملة أخرى: الجملة التي تحتها خط هي الجملة الأولى، ماذا وجدنا؟ نقطة. إذن كل شيء يأتي قبل النقطة هو في حكم الجملة الأولى. المثال الثالث: ما تحته خط هو الجملة الأولى، ماذا وجدنا هنا؟ حرف العطف and. إذن بناء على ما قلنا، تحديد الجملة الأولى يكون بالانتباه إلى هذه الأمور الثلاثة. كانت هذه الخطوة الأولى. ننتقل الآن إلى الخطوة الثانية. الخطوة الثانية: نحدد في الجملة الثانية التي تأتي بعد النقطة وبعد حرف العطف and وبعد أحد ضمائر الوصل المذكورة سابقا. نحدد في الجملة الثانية الفعل الرئيسي، والذي يكون عندنا حالتين فقط: إما فعل ماضي بسيط verb to، أو مضارع مستمر بالشكل is am are مع فعل في ing، أو ماضي مستمر was where مع فعل في ing. إذن يجب تحديد هذا الأمر. إذا عدنا إلى المثال الأول والخطوة الأولى، هذه الجملة الأولى ننقلها كما هي، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية تقول يجب أن نحدد الفعل في الجملة الثانية، والذي يمكن أن يكون ماضي بسيط أو مضارع مستمر أو ماضي مستمر. إذا نظرنا إلى الجملة الأولى وجدنا ماذا؟ finished. حددنا هذا الفعل هو فعل رئيسي verb to. ننتقل إلى الجملة الثانية. ما تحته خط كما كنا سابقا هو الجملة الأولى، نقوم بنقلها، ننقلها كما هي. نجد هنا النقطة ويليها ضمير وصل. نقرأ he finished the race، فاصلة he broke. broke هو الفعل الرئيسي ماضي بسيط، فعل رئيسي ماضي بسيط verb to.
ننتقل الآن إلى الجملة الثالثة. A few years later he joined the men's team and. هذه and كل ما يسبقها جملة أولى نقوم ننقل الجملة الأولى كما هي وبعدها تأتي جملة ثانية. نجد أن الفعل scored بمعنى سجل أهدافا هي فعل رئيسي ماضي بسيط. إذن قمنا في الخطوة الأولى أن حددنا الجملة الأولى وقمنا بنقلها، ثم في الجملة الثانية حددنا الفعل الموجود، وفي الأمثلة الثلاثة هو فعل في حالة الماضي البسيط. ماذا نفعل بعد ذلك؟ نقوم، ثم نقوم بحذف كل ما يأتي قبل الفعل الرئيسي في الجملة الثانية ونضع ماذا؟ فاصلة. إذن كل ما يأتي قبل الفعل الرئيسي في الجملة الثانية نقوم بحذفه. إذا عدنا إلى الجملة الأولى، نعم الفعل الرئيسي هو finished، نحذفه للفاعل، هذا هو الفعل الرئيسي، ونضع ماذا؟ فاصلة. إذن النقطة يجب أن تحذف، وهذا الفاعل يجب أن نحذف، نضع بدلا منهما ماذا؟ فاصلة. إذن هذه الجملة الأولى نقلناها، ثم حذفنا النقطة وحذفنا الفاعل، لأننا يجب أن نحذف كل ما يأتي قبل الفعل الرئيسي ونضع فاصلة. في الجملة الثانية أيضا الفعل الرئيسي تم تحديده broke بمعنى حطم، كل ما يأتي قبله هنا يحذف، وهذه النقطة أيضا تحذف، ونضع ماذا؟ فاصلة. في الجملة الثالثة حددنا الجملة الثانية أنها أتت بعد حرف العطف and، نحذف كل ما يأتي قبلها وهو الفاعل he وحرف العطف and ونضع فاصلة. هذه الخطوة الثانية. ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة. تقول إذا كان الفعل الرئيسي ماضي بسيط كما رأينا في الأمثلة الثلاثة، الفعل الرئيسي هو ماضي بسيط، نرده إلى صيغة المصدر zero form، صيغة الفعل الصفر يعني، ثم نضيف له ing وننقل ما تبقى من الجملة الثانية. إذا عدنا إلى الأمثلة لنطبق هذه الخطوة نقوم بما يلي: الفعل finished ماضي بسيط regular فعل نظامي، نحذف منه الـ ed فيعود finish، ونضيف له ماذا؟ ing، وننقل ما تبقى من الجملة. إذن نعيد، حددنا الفعل وهو finished ماضي بسيط، هو فعل نظامي regular، نحذف ed فيعود الفعل finished، ثم نضيف له ماذا؟ ing. في المثال الثاني أيضا نجد أن الفعل هو broke، كسر حطم verb to، يجب أن يعود إلى المصدر وهو break ونضيف له ing، فنقول breaking، ونكمل ما تبقى من الجملة. وفي المثال الثالث أيضا حددنا الفعل الرئيسي scored بمعنى سجل، يعود إلى التصريف الأول وهو score، ثم نضيف ing وننقل ما تبقى من الجملة. أصدقائي، خطوات ثلاثة اتبعناها في عملية ربط هاتين الجملتين أو ثلاثة جمل باستخدام شيء يسمى ing close، شبه جملة منتهية ب ing. بقي شيء لم نكتب عنه أمثلة، يوجد أمثلة كثيرة عن هذا الأمر في الكتاب، وهو إذا كان زمن مضارع مستمر أو ماضي مستمر يجب أن نحذف
الإز والأم والآر والواز والوير يعني فعل الكون الذي تمت إضافته لتشكيل الزمن إما مضارع أو ماضي. ونحذف الفاعل أيضا إذا كان موجودا في الجملة الثانية إن وجد، ثم ننقل الفعل المنتهي بING كما هو وما تبقى من الجملة. كانت هذه كفكرة الجزء الأول من فكرة adding information وهي بعنوان ING closes. بعد قليل سننتقل إلى فكرة جزئية ثانية بمسمى relative closes، جمل صلة الموصول. Thank you and good luck.